ليك على هالتافه؟ ليك على هالتافه؟ لك رح جن عم يطلع بعيونه ويكذب. أخي هذا الحكي لمين عم تقوله؟ مين بده يكون موسى رفيق؟ شو قايلة لأسراء؟ مجرد كان عم يمدحها. طيب تمام، ومرتك مصدقة هذا الشيء اللي عم تقوله هلأ؟ بيكون معصب، يعني بس يعصب بيصرف بطريقة سخيفة بس ما بيكذب، يعني هو مو من هذا النوع أبداً. والله بتعرفيني قد ما عصبت أنا من مؤيدين مروان. بعرف زينو، بعرف، معقول ما أعرفك يعني؟ إسراء، ليش ما بتعدوا أنت ومروان مع بعض وبتحكوا بهدوء وبتحلوا القصة؟ لأنه هالموضوع طول زيادة عن اللزوم. ما زينو، يعني حتى لو كان مروان صح ورفيقي اللي عمله غلط، بس السؤال اللي تصرفه مروان صح؟ بعدين نحن ما عم نحل مشاكلنا، مشاكلنا مثل ما هي وكل ما عم تكبر زينو. على أساس مروان رح يتغير ويتغير؟ وما تغير بالمرة، بالعكس كل ماله عم يقلب خلقته. طالما ما اجت لعندي وقالت لي انا ما رح اطلع، انا ما رح اعمل شيء موسى. تمام، بدها تنفصل تروح تنفصل، تروح لا تنفصل. أخي وقف، لا وقف. لا لا لا، الخانم هيك حاسه حالها رح تكون سعيده، خليها تروح وتعيش بسعاده. ليك اذا بنعمل قائمه لاسراء رح تحطني الي باخر القائمه، فهمت؟ معلم معقول تعمل هيك شيء؟ ما تقول هذا الكلام. بعمل موسى هيك 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 هيك. ايه هي تصدق الكل وتوثق بالكل، بس الموضوع لما بيتعلق بمروان هذا هو الوضع. انا ما عاد بدي اعيش رعب اسراء. امتى بدها تروح وتتركني يا معلم؟ هات كل شي عندي. ليك الرجال ناهي الموضوع تماما براسه وعم بيقول لي زبطي لي برنامج مشان يشوف ابنه. يا ترى وانتي ما ضغطتي عليه زياده عن اللزوم؟ ما ضغطت عليه، بس ما في مشكله، يعني يمكن يتغير ويمكن يحط براسه شي تاني ويتغير. قلت لحالي هيك، بس وين، متخلي عني من زمان، هو متخلي عني من زمان وخالص. بصري له شوفي. الله يخليك. يا ترى بيكون تخلى عني عن جد؟ لا ما تخلى، لأنه لو تخلى كنت فهمت وحسيت. أنا مين تخلى؟ أمي؟ لا أنا ما قلت لك شي، كنت عم بتطلع على الشباك وحكيت مع حالي شوي. هل يكون قد تخلى عنك؟ 5 أسئلة لتفهم الأمر. أسئلة؟ منشوف لك. أنا هل تعتقد أن من يحبك قد تخلى عنك؟ يعني احتمال. لا تحزنوا، بكم سؤال بسيط من السهل أن تفهم هذا الأمر. يا عيني صار عندي فضول أعرف شو رح يصير. طبعاً، وربما عندكم شكوك، تعالوا نحل الأسئلة سوية. يلا نشوف، خلينا نبلش. هل تلاحظون التغييرات التي تحدث لكم؟ ايه بلاحظ، لحد اليوم كان دائماً بلاحظ، حتى لو بتوقع حجرة الحلق اللي علقتني بلاحظ بسرعة. أهلين. أهلين. تفضل. شو صار؟ ليش عم تضحكي؟ لا مروان ما عم بضحك، شوف قلبي وشي مشي الحال؟ هلأ بلاحظ وبيقلي عاملة شعراتك موديل مختلف. أطلس جاهز؟ لأنه ما فهمت نحن شو عم نعمل هون وليش هيك، يعني ما عم بفهم شي. عم يجهز حاله. يا حيفة عليك، أنا رايحة أشوف أطلس وإنت إذا بدك تفضل. وعاملة شعرات موديل جديد وطالعة حلوة كتير. معناتها ما له ملاحظ. لما بيكون الموضوع متعلق فيكي بيكون مشغول وما بده يقضي وقت معك مثل الأول؟ معقول ما بده؟ حتى لو ما بده بيخلق الحجج بس مشان يقضي وقت معي. مروان؟ أطلس صار جاهز وشنطته كمان جاهزة، أنا كنت عاملة أكل، إذا بدك مناكل مع بعض وبعدين تبقوا بتروحوا. لا بعدين مناكل، وبتعرفي بكرة عنا شغل كتير يعني، فلازم نروح. موفق مروان بيك، موفق غليظ. طيب أنا طالعة شوف أطلس مرة تانية لك، أنت استنى عندك. معناتها ما بده يقضي وقت معي كمان.
عم يعطيكي إشارة مختلفة بخصوص مشاعره؟ يعني والله ما بعرف أي أكلة عملتي بس ريحتها حلوة كتير يعني. وبعدين أنت شو ما بتطبخي بيطلع لذيذ كتير. طيب ليش الكذب؟ اشتقت كتير لهالروايح بالبيت. بس أنا لقيت مكان عم يعملوا أكلات بيت طيبة كتير، عم اطلب من التطبيق وعم يجيبه فورا. مكان رائع ونظيف واكله كتير طيب. حلو كتير، صحة وعوافي. انت خليك مستمر هيك بالضبط، خليك. ها شرفي، هاي اشارة مخربطة وماله معروف شو بده، عم بيأشر على اليسار وعم بيأشر على اليمين. انا جاهز. اها تعال شوف ابني الأبضاي، تعال. ها امي اعطيني بوسة، رح اشتاق لك كتير. يا روحي انت، شوفك مروان. شوفك. امشي يا بطل، امشي حبيبي، امشي. تعال يلا حبيبي. ايوه اذا لم تسعدك الأجوبة فللأسف هذه هي الحقيقة. منذ زمن تخلى عنك وذهب ليبحث عن أنثى أخرى. لك أنت شو عم بتقولي؟ أنت شو عم بتقولي يا الله؟ وبعدين أنت مجلة مجلة. لا داعي للحزن، هذا هو الوضع والوضع سيء، فكلما واجهت الحقيقة بسرعة كلما أصبح الوضع أفضل. لا تقولي حكي فاضي، وبعدين مروان ما بيعمل هيك شيء. ألا تصدقين؟ مالي مصدقة ابنه. إذن اذهبي وتحققي من منزله، فكل امرأة تترك أثراً والتفاصيل تكون دقيقة. لا بالله شو بدي فتش بيته كمان. وبعدين مروان ما بيتخلى عني، ما بيتخلى عني، ما بيتخلى عني، ما بيتخلى عني. بس هو اللي عنده شغل. شغل شو ممكن يكون؟ لا ما رح يصير شي، بالنهاية أطلس عنده. شغل شو ممكن يكون عنده؟ ايه بس أطلس ينام بكير، وبعد ما أطلس ينام بكير معقول يطلع من البيت؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.